موضوع المحاضرة هو الديجيتال فلتر ديزاين. هذا الموضوع هو موضوع جداً بسيط ومستقل عن كل المواضيع اللي أخذناها، لأن هو فقط إحنا دا نسوي تمثيل للفلتر. شلون نمثله بستركتر؟ إذا كان النوع مالت النظام هو النوع الـ IIR system، يعني اللي نسميه بالإنفاينت امبلس ريسبونس، اللي هو المختصر معناته الـ IIR filter. إحنا مثل ما متعودين كل سيستم بي انبوت، هذا الانبوت افترضنا X of N، والاوتبوت مالته هو راح يكون الـ Y of N. قلنا داخل هذا النظام أكو transfer function اللي هي رمزنا لها شنو؟ بالـ H. هاي الـ H للزيت هي شو تمثل لي؟ تمثل لي نسبة الـ Out اللي هو الـ Y للزيت على الانبوت اللي هو X of Z. هاي القيم الـ Y of Z إذا أريد نسويها بتعبير رياضي هي راح تصير summation K من الصفر إلى M B لـ K، هذا B لـ K هذا الكوفيشنت مضروب في Z للأس ناقص K. يعني هنا راح يصير هي مجموعة من الكوفيشنت مضروبة في Z للأس ناقص K. هذا الـ K يبدي من الصفر إلى M، بمعنى راح أريد نفكك هذا summation يبدينا B not لأن B صفر يعني زائداً. طبعاً هذا البي نوت مضروب بي من بالزيت الأس ناقص شنو راح يصير؟ صفر، يعني هاي قيمة واحد، يعني راح يبدي بي صفر زائداً بي ون مضروبة في الزيت الأس ناقص واحد زائداً بي تو مضروبة في الزيت الأس ناقص اثنين، وهكذا يستمر إلى أم. أم تمثل لي عدد الاستيابات اللي يتكون من عندها هذا الفلتر. بينما الـ X راح يتكون لمنين؟ يتكون لي من واحد، هذا واحد زائداً summation الـ K راح تبدي من الواحد إلى N، ما تبدي من الصفر، لأن إحنا هنا دائماً باعتبار الكوفيشنت الأول هو واحد. يعني الـ A نوت كأنما قيمتها واحد، فإحنا تسوينا طلعناه باعتبار هو constant، وقلنا راح الـ AK راح تبدي من الـ A1 تنضرب في الزيت الأس ناقص K. طبعاً طلاب أحب أنوه على فقرة إنه هذا الموضوع، هاي المعادلات والاشتقاق غير مطلوبة، المطلوب فقط إحنا شلون نسوي رسم للديزاين. يعني من نوصل للمثال تعرفون أنتم شنو هذا المطلوب وشنو راح نسوي. هنا أنا فقط إحنا دا نوضح منين إجتي U للزيت والإكس أوف زيت حسب هسه هاي المعادلة. إذا أريد نرتبها وريد نحولها بدلالة الN ايش راح نسوي؟ راح نسوي وبنفس الوقت اعطيها الزيت انفرس، فهذه راح تصير واي للان مضروبه في الواحد فهي واي للان، اضربها بالسمايشن وبنفس الوقت مشفته بمقدار ناقص كي راح تصير واي للان ناقصا كي مضروبه في اي كي وهي ماخذها سمايشن كي من الواحد للان. وتساوي عندنا هاي راح تصبح اكس للان مشفته بمقدار كي مضروبه في بي للكي وهو سمايشن الها من الصفر للان. بعد هنا راح يرتب معادلات، مجرد هذا الطرف ماتل يخلي الواي اوف ان بطرف وينقل السمايشن اللي هو سمايشن الاي للكي واي للان ناقص الكي للطرف الاخر، فهو زائد من النقله اصبح اشارته سالبه. بعدها راح نفرض فرضيه انه هذا السمايشن الاول اللي هو اسمه بي للكي اكس للان ناقص كي راح افترضه هو بي للان. بعد ما افترضناه بي للان نجي نعوضه بالمعادله مالته اللي هي يو للان راح تساوي لنا بي للان كتبنا مكانه عوضناه ناقصا سمايشن هاي بقت اي للكي واي للان ناقصا كي. هسه بعدها الاتش اوف ذات راح نقسمها الى قسمين الى H1 للزيت و H2 للزيت. احنا مو عندنا H of Z هاي اول معادلة اخذناها، راح اخذ هذا البسط اسميه H1 للزيت واخذ المقام اللي هو واحد على المقام نسميه H2 للزيت، فاصبحت بهذا الشكل. مجرد كأنما فصلنا البسط واحد سميناه H1 للزيت واخذنا واحد على المقام سميناه H2 للزيت.
هسه اذا اريد الفي للزد، الفي للزد ايش راح تساوي لنا؟ تساوي لنا الاتش 1 للزد مضروبه في الاكس اوف زد، بينما الواي للزد هي الاتش 2 مضروبه في الفي للزد. هاي المعادلات اللي احنا استاجناها هنا شلون نمثلها بالتمثيل؟ احنا عندنا حالتين، هو دايركت فورم 1 ودايركت فورم 2. بس خلي نحفظ الدايركت فورم 1 اللي هو المزله بالدايركت فورم اي كابيتال، والدايركت فورم 2 هو الاي اي يعني دبل اي كابيتال. بيناتهم فرق واحد بسيط، الفرق هو شنو؟ احنا هسه هذا الرسم اللي امامنا هذا يمثل لي الدايركت فورم 1، شلون راح نعرفه؟ احنا هاي ثابته، عندنا اول ما يدخل للنظام يدخل له الانبوت هو اكس للان واللي يخرج هو واي للان، هاي ثابته سواء كنا بالدايركت فورم 1 او 2. لكن الاختلاف شنو؟ احنا هسه بالدايركت فورم 1 اللي راح تكون بالنص هي الفي للان، وهذا الشيبت اللي هو الزيت للأس ناقص، هذا الشيبت وين راح يكون؟ راح يكون على الأطراف. فنلاحظ هنا ماي اكس اوف ان ناخذ وراها شيبت، من ناخذ له شيبت بمقدار زيت للأس ناقص واحد شو نحصل؟ اكس مشفته بمقدار ناقص واحد. هاي مو منقطع، مشفته بمقدار ناقص واحد. يعني هنا لو نرجع على المعادله مالتنا هذه، اذا هاي الكي ناقص واحد الاي قد راح تكون؟ ايوه، اذا ناخذ هنا ايضا الكي زيت الاس ناقص واحد هنا البي قد راح تكون؟ بي 1. اذا الكوفيشنت الرقم مالته هو نفس الاس مالت الزيت، يعني هنا عندنا مو زيت وحده يعني الاس مالتها بس واحد، راح تكون الاكس مشفته بمقدار واحد والكوفيشنت مالته الرقم مالته راح يكون واحد. بينما هنا أنا اول ما دخلت الاكس اوف ان ما داخله على شيفت مباشره، هذا السهم قاعد يمشي من اعطيه كوفيشنت اعطيته بي نوت لان ما عندي زيت مرفوعه الى اس. بينما من تدخل على الشيفت الثاني هنا ايش راح تصير؟ اكس للان ناقص 2، وهنا اذا المفروض عندنا بي ايش راح تصير؟ بي 2. واضحه؟ تستمر العمليه الى ما اوصل نهايه الصمايفي اللي هو البي للان. طبعا هنا نحب نوضح كل دائره، هذه هنا هاي الدائره اللي داخل لها سهميا، هاي مثلا هنا سهميا داخل، هاي معناتها صمايشن دا يجمع، وهي تمشي بنفس الوقت تجمع وياما ويا الكوفيشنت اللي قبلها، وهذا الكوفيشنت ينجمع ويا الكوفيشنت السابق وهكذا. هذا بالنسبه لمن؟ للاكس للان. الكوفيشنت اللي نخليها عليها وين هاي القيم مالتها؟ قيمها الموجوده بالبسط، لان ذني البي اذا نشتغل على البيات فعلا وين نخليهم ذني؟ من جهه الاكس اللي هن بالبسط قيمهم. بينما من نجي على الواي، من نجي على الواي نفس هذا الشكل لكن معكوس، هنا الاكس اوف زد مكانها مو على اليسار راح نخليه على اليمين، خليناه على اليمين. اللي بيطلع لي منها ايش تطلع لنا؟ تطلع لنا الواي مشفته لان احنا من جهه الواي، ادخلها على زد ثاني تطلع لي الواي مشفته بمقدار 2، ونستمر الى ان نحصل ان الواي تشفت بمقدار ان اللي هو مقدار الصميشن. بنفس الوقت بعد كل شيفت نضربها بمن؟ بمقدار الكوفيشنت اللي موجود وين؟ بالمقام. اللي موجود وين؟ بالمقام. ليش طلاب بالمقام؟ لان لو نروح لهاي معادلة، هاي معادله نسوي حاصل ضرب طرفين في الوسطين، الواي يا هن الكوفيشنت اللي راح تنضرب بيها الايات، بينما الاكس اللي راح نضرب بيها هو فقط البي. لذلك من نرسم دائما نخلي الاي ويا من؟ ويا الاكس، والبي ويا الواي. واضحه؟
واضحه جدا. تمام تمام. نجي نعوض القيم، قيم الكوفيشنت بالدايركت فورم 1 دائما من نخلي هنا قيم الكوفيشنت مالت الواي نخليها بعكس الاشاره. ليش بعكس الاشاره؟ لان هن بالاصل داي خرجن، لكن احنا جنسوي السهم رجعه، من ترجع لازم تخليه اشاره سالبه، فمن ناخذ اي 1 نخليها ناقص اي 1، اي 2 نخلي ناقص اي 2، وهكذا. وكل سهم او العفو كل سهمين داخلات الى نفس النقطه هذا اعتبره زائد سميشن، قاعد يجمع. ودائما هذا السهم بالاعلى، هذا السهم اذا تلاحظوا هذا يكون قيمته 1. ليش؟ لان احنا من نروح للاكس اوف ذات قلنا احنا ما عندنا اي نوت، لان هي قيمه الاي نوت هي ثابته 1، بينما البي نوت لها قيمه. فمن نجي ننزل على الرسم نخلي البي نوت فوق، هاي بالاعلى نخلي لها قيمه تتغير، هاي مو شرط 1. هذا نسميه الدايركت فورم 1. شلون نميزه؟ انه الزيتات عندي راح تكون على الاطراف، لاحظ بالواي باليمين اكو زيت، وبالنسبه للاكس على اليسار اكو زيت، بينما الكوفيشنت راح يكون اتجاههم نحو الداخل نحو الفي للان. من ناخذ الدايركت فورم 2، دايركت فورم 2 راح شو يسوي؟ يغير بالمعادلات، يقول احنا مو افترضنا انه هذا البسط هو الاتش 1 للزيت، والمقام اخذنا واحد على المقام هو الاتش 2 للزيت. راح افترض انه الاتش 2 مضروبه في الاكس اوف زيت هي الدبليو للزيت، بعدها من اريد احصل الواي للزيت اقول هي الدبليو مضروبه في الاتش 1. بعدها راح يرجع يعوض بالان، يقول الدبليو للان هي راح تكون الاكس اوف ان ناقصا هذا السميشن اللي هو اي للكي في الدبليو للان كي. وبالاخير يقول الواي للان هي سميشن البي للكي مضروبه في دبليو للان كي. هذا شلون نمثله؟ راح نمثله بهذا الشكل. هذا نسميه دايركت فورم 2. الدايركت فورم 2 راح يخلي هاي الزيتات للداخل. هاي الزيتات تلاحظون بالنسبه للاكس او الواي هي خلاها للداخل، وخلى بالنص الدبليو للان، وهذا الانبوت عندنا اكس اوف ان والاوتبوت هو واي اوف ان. احنا لو نلاحظ هنا هذا السهم راجع، هذا يعتبر راجع، احنا قلنا اذا يرجع شنو نخلي اشاره سالبه. اي سهم راجع راح يكون هو قيمته اي للكي، فهنا راح نخلي الكوفيشنت مال واي هنا، يعني الارقام اللي موجوده وين؟ بالمقام. بالمقام راح يخليها على اليسار، وايضا يعطيها عكس الاشاره، وايضا كل سهمين داخلات نفس النقطه تمثل السميشن، يبدي يجمعهم. نجي على الطرف الايمن، الطرف الايمن راح تكون هاي السهم يكون مباشره دا يجي على الاوت. اذا يجي مباشره راح ناخذه باعتبار انه هو بي للكي الموجود بالبسط، وهنا نلاحظ انه هاي البي نوت لها قيمه، بينما هنا الاي 1 قيمتها الاي نوت العفو قيمتها 1. هنا عندنا بي 1 بي نوت بي 1 بي ان ناقص 1 الى بي ال ان، وكل سهم يعني دخل على نفس النقطه اسميهم سميشن. هذا الرسم اقدر ابسطه، لان هنا نلاحظ انه هذا العمود كله هو عباره عن شنو؟ هذا العمود كلها راجع عن زيت. هذا العمود الثاني، هذا العمود الثاني ايضا زيت، فيقول نختصرها نسوي بس واحد مشترك للثنين، واضحه؟ نخلي زيت واحد مشترك للثنين. ستلعب بس واحنا اذا نريد ناخذها. نعم ست هسه صارت الاي ويا الاكس والبي ويا الواي دايركتو. اي نعم بالعكس، يعني عكس الدايركت 1 كانت البي ويا الاكس والاي ويا الدايركت 1. اي نعم خلى الزيت مشترك، قال اذا رحنا لليسار فاحنا ناخذ قيم الاي، واذا لليمين هي قيم البي، واضحه؟ واكو ملاحظه هنا من نريد ننفذه بالرسم، هاي عدد الزيت كم زيت ناخذ؟
ناخذ حسب الترانسفير فانكشن، يعني نروح على الاتش اوف زيت نشوف اعلى اس بيها، اسها بالباسط او بالمقام، يا هو الاعلى ناخذ هنا. يعني مثلا اذا اعلى اس بالباسط 2 واعلى اس بالمقام 3 على سبيل المثال، فهنا كم زيت ناخذ؟ ناخذ 3. لكن اللي يختلف هذا ما اخذه، راح هذا ما اخذه، لان انا هنا ما احتاج شيء بالبسط مشفت 3 مرات، يعني اللاين ما موجود اتركه. واضحه؟ تمام. المثال توضح ان شاء الله. هسه هذا اكزامبل، هذا صيغه السؤال اللي يجينا بالامتحان. Draw the block diagram، ارسم البلوك دايجرام. عن السيجنال فلو جراف باستعمال الدايركت فورم 1 and 2 realization of the discrete time system، اللي هو مطيني اياه ترانسفير فانكشن مالته الاتش اوف زيت هي 1 + 2 زيت الاس ناقص 1 على 1 + 1.5 زيت الاس ناقص 1 + 0.9 زيت ناقص 2. اول خطوه احنا راح نبدا نقارن هاي المعادله ويا من؟ ويا المعادله رقم 1 اللي هي هذه، بمعنى راح اطلع قيم البي وقيم الاي الكوفيشنت. فنجي على اول قيمه، هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي البي نوت، فحددت البي نوت هي 1، بينما عندي هاي زيت للاس ناقص 1، يعني الوياها شنو؟ بي 1، فصارت البي 1 قيمتها 2. نرجع على المقام، هذا الواحد ما اخذه بالمقام لان اعتبره 1 + summation. ناخذ الوراق، هذا زيت مرفوع على الاس ناقص 1، وياه يعني شنو؟ يعني اي واحد، اي واحد ناخذه هو واشارته، هنا سالب سالب. هاي عندنا زيت للاس ناقص 2، يعني شو راح ناخذها؟ هاي معناتها اي 2، فصارت الاي 2.9. هنا نلاحظ اللي طالبه بالسؤال، ارسم البلوك دايجرام والسيجنال فلو، يعني يريدك كبلوك ويريدك كسيجنال فلو. يقصد بالسيجنال فلو يعني مجرد لاين، يعني خط معين عليه شنو؟ عليه سهم. بس البلوك دايجرام يعني يريد بيه مربعات بيه دوائر، شنو هي العمليه الرياضيه الموجوده تسويها؟ واضحه؟ هسه هنا اذا نرجع خلينا نشرح بالبدايه البلوك دايجرام. البلوك دايجرام هنا راح نسويه طبعا بالدايركت فورم 1 يريده وبالدايركت فورم 2. هذا الشكل بي، هذا الشكل بي يمثل لي الدايركت فورم 1. ليش يمثل لي 1؟ لاحظ هنا عندي انبوت اكس اوف ان، الاوتبوت مالتي شنو؟ واي اوف ان. نجي على الباسط، هذا الباسط مو داخل، كم زيت بي؟ كم زيت بي؟ زيت الأس ناقص 1، وحدة. فإذا خليت فقط وحدة، خلينا فقط وحدة. إحنا أنا المفروض شو نخلي فوق؟ نخلي قيمة البي نوت. البي نوت إيش قد قيمتها؟ 1. نخليها ما نخليها ما تأثر، 1 هي. اللي هنا إيش راح تصير؟ قيمة البي 1. البي 1 قيمتها 2، إيه. زين هنا هاي عندي نقطة داخل لها سهمين، شنو معناتها تعني؟ يعني معناتها جمع سميشن، لان هي بيناتهم عمليه جمع، البي نوت زائد البي 1 مضروبه في الزيت الاس ناقص 1. هاي خلصنا الباست، نرجع على المقام. المقام اعلى اس بي زيت الاس ناقص 2، يعني كم زيت اسوي؟ يعني 2، فخلينا زيت الاولى حطينا زيت الثانيه. هنا دائما عندنا قيمة الاي نوت ماكو، يعني هذا دائما فارغ. نجي عندنا هنا المفروض نخلي اي 1، لكن شو نخلي له؟ نخلي له قدامه اشارة سالبة لان السهم راجع، فهو اي 1 قيمته سالب 1.5، واحنا بدنا نضربه في سالب فاصبح موجب 1.5. واضحة؟ نرجع هنا عندنا زيت ناقص 1 وقبلها زيت ناقص 1، يعني زيت الاس ناقص 2، شنو هو الكوفيشنت مالتها؟ هو الاي 2، الاي 2 شنو قيمته؟ 1.9،
ما أخذه بالسالب صار سالب بوينت 9. هذا السالب بوينت 9 يرجع بسهم منا. بنفس الوقت يجينا اي منا عندنا الاي 1 يدخلن على هاي النقطة، هاي النقطة صارت زائد باعتبار يجمع، وهم راح يجون ينجمعون ويا من؟ ويا الاوت الطالع من الاكس. اذا هنا انا ايضا اخلي جمع كل ناينيا او سهميا داخلات النقطة نخلي مكانهم جمع. هسه هذا واضح دايركت فورم 1؟ واضح. عنده بي مشكلة؟ هذا البلوك دايجرام اذا اريد اسميه سيجنال فلو. سيجنال فلو انا قلت لكم مجرد معناته شنو؟ راح مجرد نخلي اي شيء موجود بالبلوك نخليه على اللاين. يعني شلون؟ بس هسه هذا اكس اوف ان، عندنا هنا واي اوف ان، هاي مو زيت حاطيها ببلوك فيها على لاين وطيسها وكل هنا ترى موجوده زيت. الكوفيشنت هي راح تبقى نفسها، هاي الزائد ما نخليها، نخلي مكانها دائرة فارغة. هنا أيضا عندنا زد بزد نخليها على اللاين، وهنا نخلي دوائر فارغة مكان الصميشن. واضحة؟ هذا شو يسموه البلوك دايجرام؟ سيجنال فلو مو سيت؟ بالأسفل هو بلوك دايجرام، بالأسفل بلوك دايجرام، والثاني هو سيجنال فلو جراف. هذا سميه سيجنال فلو جراف، لأن بس مجرد عندنا لاينات عليها متجهات. هسه ننتقل انه نمثل نفس المثال لكن بالدايركت فورم 2. بالدايركت فورم 2 لازم ننتبه على انه شنو هي اعلى اس؟ اعلى اس للبرد واعلى اس للمطار. العفو ست، بس سؤال صغير اذني اللي شو يسمونه الاي والبي شلون اعرفهم؟ انه هي هاي اي او بي؟ إذا كانت بالباست فهي بي وتبدي من البي نوت، وإذا بالمقام فهي أي. أول شيء بالمقام ثالث حد هو أي 2 وهكذا. ست صوتك بيصادها بعيد. ليش بعيد؟ والله بيصادها يروح بعيد ويرجع، يروح ويرجع. هسه تمام ست، تمام هسه زين. بس ديجي سؤال بعيد، يعني اذا من جاوبتي بعيد كلش يعني السؤال جواب ما كان. ست ست بس اعاده سريعه، ترى النت يفصل عندنا، بس اعاده سريعه. اعاده سريعه هذا رسم، بس شلون ارسم يعني؟ بس هذا اللي افهمه، بس شلون ارسم المعادله؟ انا هسه عرفت البي نوت والكوفيشينات مال المقام ومال الباص، بس شلون ارتب الرسم مالتي واطلع الواي اوف الان؟ شلون ترتب الرسم مالتك؟ احنا هسه نرجع هاي المعادله مالتي، نجي على الباص، راح اعيد اعاده سريعه. هذا الباص اول كوفيشينت يمثل لي البي نوت، فحطينا قيمه البي نوت 1. ثاني كوفيشينت يمثل لي البي 1 اللي هي قيمته هنا زد 2. ليش اخذت بي 1؟ لان الاس مال الزد 1. لو عندي هنا نزلت اسها 2 كان اخذناه بي 2. واضحه؟ نجي على المقام. واضح. هذا اول حد ما ناخذه، ثاني حد اخذه هو اي 1 ناخذه هو اشارته اخذناه ناقص النصف، ثالث حد هو الاي 2.9. بعدها نجي نرسم، من نجي نرسم الباو هسه نرسم فقط الدايركت فورم 1. بدالك فورم 1 من يريد يرسم كانما يفصل البسط عن المقام، كانما يفصلهم، فياخذ البسط هسه. هذا البسط اعلى اس بي قد 1 بالنسبه للزد، فمن يجي يريد يرسم راح يخلي بلوك واحد للزد. واضحه؟ راح يخلي بلوك واحد للزد. هاي القيمه اللي فوق اللي موجوده اللي هي اكس اوف ان من تدخل مباشره بدون ما تشفت، هاي يا قيمة. إذا نرجع على المعادلة، هاي القيمة الأولى اللي هي بي نوت، يعني ما بها زد، يعني تدخل مباشرة، فهاي قيمتها واحد هنا، قيمتها واحد. بينما اللي راح تشفت بمقدار واحد هي يا هي البي بي 1 بي 1، فخلينا قيمة البي 1 هنا. دائما من نسوي بي نوت بي 1 أبدي أرجع أجمعهم سوا،
جمعهم سوا دخلهم على اليمن على الجزء الثاني. الجزء الثاني راح يكون هو مالت المقام. يجي على المقام، هذا المقام أعلى أسس قد بي 2 مو بي 2، إذن كم بلوك لزة تحتاج؟ 2، خلينا 2. هذا الفوق إحنا ثابت قلنا 1، اللي يرجع مننا أنا رأسنا راح نخليه هو A1، لكن نعكس إشارته، هو سالب خليناه موجب. إحنا أنا راح يكون هو A2 باعتبار هنا عندي 2Z، وأيضا نعكس إشارته. وكل 2 كل كوفيشنت 2، يعني مثلا هنا عندنا الاي 1 والاي 2 يعني سهمين راح يدخلن على سميشن جمع. هنا ايضا عندنا من هنا من الاكس اوف ان جايتنا ومن هنا من الناتج الجمع ايضا ادخلهم على جمع. واضحه؟ واضحه ست عاشتي لي شوي. واضحه ست. اذا اريد اسويها سيجنال جراف عندكم بيها مشكله؟ هاي فوق هاي جدا بسيطه، مجرد توخمون الزت تمثلوها على اللاين. بالضبط يا سيدي. احنا اذا فهمنا البلوك دايجرام ذاك جدا بسيط. هسه نجي على الدايركت فورم 2. الدايركت فورم 2 قلنا النقطة الأساسية البي انه نعرف أعلى أوردر للزد. الزد هنا أنا أعلى أس 2، فاللي راح نخليها هو الأعلى، فخلينا زد 1 وزد 1 على مود تصير عندنا زد الأس ناقص 2. هنا أنا راح تصير بالعكس، اللي راجع هنا على اليسار راح تكون يا قيم قيم الـ A، فهذا راح يكون ناقصا A1 راح تصير 1.5، وهنا أنا راح يصير عندي ناقصا A2، بينما اللي تجي مباشرة على الـ Out هي قيم الـ B. هنا أنا عندي الـ B نوت 1 وهنا أنا عندي الـ B1 2. لاحظ هنا ما أخذنا بعد لاين من هنا، قول لا ليش ما أخذنا هذا اللاين هنا؟ هذا اللاين اللي هنا ليش ما اخذناه؟ هذا مثل مال الباص، الباص انا عندي بلوك واحد. لا الباص ما بي ذات الاثنين ناقص 2، لذلك بقيناه فارغ. واضحه؟ زين سؤال، اذا كان هسه عندنا نفس الترانسفير فاكشن نفسها فقط هاي بالباص 1 زائد 2، هاي الزد خليناها زد الأس ناقص 2، شلون راح يكون الرسم بالنسبة للدايركت فورم 2؟ شو راح يصير؟ يصير عندنا فيدباك 2، يصير فيدباك من هنا تقصد؟ صحيح. بس هذا التغيير ما ادري ايش بس هذا تتغير الزت بالهذا ست. هذا الكوفيشنت بي 2 هاي قيمته راح تصير هنا، بس الكوفيشنت بي 1 راح تصير قيمته صفر لان ما موجود. مش راح نسوي له ست، هو قيمته صفر بعد شو اسوي بيه؟ الغي. اذا قيمته صفر يعني يلغي، ماكو يعني نهائيا يعني يلغي، يعني هذا اللاين من خلي، يعني هذا كله اشيله من هنا، يصير مباشرة هذا السهم يجينا من هنا رأسا يدخل، يعني من هنا رأسا يجي على السميشن، وهذا أبو الثنيين ماكو. واضحة؟ تمام. لأن قيمته صفر ما أخليه. هسه هذا اللي رسمناه راح أسويه سيجنال فلو جراف. أيضا تلاحظون هاي الزتات خليناها على أسهم، وكل سميشن احنا دا نسوي او كل تفرع اخلي مكانه دائره، جدا بسيط. هسه راح ناخذ الكاسكيت ستراكشر، يعني انا نفسي عندي اذا كانت الاتش اوف زد تتكون من مجموعه من هذه الاعداد اللي هي البي للكي والاي اوف كي، فشلون راح ارتبهم واسويهم كاسكيت؟ هنا عندنا اكزامبل، الاكزامبل راح يوضح لنا. عندنا ال H of Z مثل ما تلاحظون امامكم، قيمتها 1 زائد 2 زائد الاس ناقص 1 زائد زائد الاس ناقص 2 على 1 ناقص 0.75 زائد الاس ناقص 1 زائد 0.125 زائد الاس ناقص 2.
هذه اذا اريد امثلها بالدايركت فورم 1 وبالدايركت فورم 2 شلون امثلها؟ بالنسبه لل1 احنا راح نعرف هذا الواحد هو قيمته بي نوت والثنيين هي بي 1 وهنا عندنا واحد بي 2 فمن نجي نرسم نقول هذه اول زيت هنا ايش راح تكون قيمه البي 1 اللي هي 2 هنا عندنا قيمه البي نوت 1 بالزت الثانيه راح نحط قيمه البي 2 اللي هي الواحد رجعناها من هاي النقطه نرجع على المقام اعلى اسس جيت 2 فراح نخلي زتات 2 عندنا هذا الواحد ما ناخذه ناخذ الناقص 0.75 نعكس اشارته ونخليه وراء اول شيفت صار زائد 0.75 ناخذ 0.125 شفت الثاني ناخذه بعكس الاشاره هذا الدايركت فورم 1 انا بدي اسوي 2 اعلى اس هو زت الاس ناقص 2 خلينا اذا 2 نجي هنا راح يصير الاي 1 وهنا عندنا الاي 2 مع عكس الاشاره بينما هنا عندنا البي نوت والبي 1 والبي 2 واضحه هاي احنا مثلناها بصوره اعتياديه دايركت فورم 1 ودايركت فورم 2 ما ذكرنا وياها اي اضافات زين اذا ذكرنا بالسؤال نريده انه مثله بالكاسكيت ستراكشر يريده كاسكيت يعني يريده انه بدل ما اني امثل هذا بزيت اكثر من وحده يعني مو فيرست اوردر سكند اوردر او ثيرد اوردر بس هنا انا ما اريد هاي الطريقه اريد اسويهم كلهم فيرست اوردر بزت وحده فشو نسوي لهاي الاتش اوف زيت نجي نبسطها نبسط البسط والمقام نبسط لهذا البسط بطريقه التجربه واحد زائد اثنين زيت زائد زيت تربيع بسطناها البسط اصبح بهذا الشكل واحد زائد زيت انفيرز في واحد زائد زيت انفيرز نرجع نبسط المقام هذا الواحد جاي من واحد في واحد عندنا ال 125 جايتنا من 0.5 في 0.25 واضحه وهاي زيت الاس ناقص 2 من زيت الاس ناقص 1 زيت الاس ناقص 1 بعد ما سواها انه البسط قوسين والمقام قوسين ايش راح نسوي؟ راح يقسم لي هذه راح ناخذ قوس واحد من البسط وقوس واحد من المقام وامثله وحدهم واخذ قوس الثاني من البسط مع القوس الثاني من المقام وامثلهم واحد حتى احصل فيرست اوردر فنجي على اول قوس الاول قوس عندنا هنا ايش قد قيمه البي نوت واحد خلاها واحد ايش قد قيمه البي 1 البي 1 واحد وهاي عندنا نزلت نجي هنا عندنا الواي يعني على المقام هذا ثابت الواحد بينما عندنا قيمة الاي 1 ايش قد؟ ناقص 0.5 ناخذها عكس اشارتها 0.5 هاي مثلنا مثلنا القوس الاول بالنسبة للبسط والمقام هسه نرجع نمثل القوس الثاني ودائما شو نخلي نوصلهم بيناتهم لان هم اصلا بيناتهم عملية ضرب يعني الاوت اللي يطلع لي من الاولى يدخل انبوت للثانية نجي هنا عندنا بالنسبة للثاني البي نوت واحد والبي 1 ايضا واحد نرجع على المقام عندنا هذا الاي 1 واحد العفو هاي الواحد هو ثابت بينما عندنا الاي 1 قيمتها زائد 0.25 طبعا هاي المفروض سالبه هاي سالبه لان هذه راجعه طلاب خلينا نتاكد من عندها دقيقه هاي هنا سالبه بالمعادله المفروض سالبه الرسم صحيح هذا سميناه بالقوسين صار سالب اي بالقوسين نعم بالمعادله يصير سالب هذا سميناه الكاسكيت بالنسبه لنا الدايركت فورم 1 اذا اريد اسوي كاسكيت لكن المن للدايركت فورم 2 يعني نفسيتهم بين الاقواس اخذناهم مره بالدايركت فورم 1 بس راح ناخذهم بالدايركت فورم 2
اذا نجي على دايركت فورم 2 ايش راح نخلي؟ هنا أنا اعلى اس جزيت واحد فخلينا وحده، هنا أنا راح تكون قيمه البي نوت واحد، وهنا البي 1 واحد، وهنا عندنا ناقصا الاي 1 اللي هي راح تصير نصف. هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني ايضا خلينا زيت الاس ناقص واحد، هنا اللي يرجع هو ناقصا الاي 1، وهنا عندنا البي نوت واحد، وهنا عندنا البي 1 واحد. واضحه؟ تمام ست عاشيدس. تمام تمام عاشيد. البرل ستراكشر، انه احنا عندنا اتش اوف زد، لكن ما اريد اسويهم بهذا الشكل. احنا من كنا هنا بالكاسكيت دا يسوي كانما دا يسويهم توالي، يعني هاي الاولى خلينا ناخذ هذا الجزء هو الاتش 1 للزد، دا يضربها في الاتش 2 للزد، يعني كانما توالي، لان الاوت مالت الاولى دا يدخل انبت للثانيه، صحيح؟ بس من اقول برلا ستراكشر معناتها ماكو اوت يدخل على انبت، لو كلهن انبت لو كلهن اوت، يعني هو توازي. فمن يريد يحل هاي الطريقه راح قبل انتقل لكم على اكزامبل شو يسوي؟ يخليها بهذا الشكل الرسم، تلاحظون الانبت هنا كلهن داخلات انبت وكلهم خارجات اوتبوت، لان هو اسمه برلا توازي. هذه شلون احنا نسويها؟ من نريد يشتغل برلا لازم يوجد، ايش يوجد منه؟ لازم يشتغل مثل ما اشتغلنا بالذات انفرس. يجي يقارن، يقارن اول خطوه بالذات انفرس الاس مالت الزيت البسط والمقام، اذا مساويات او البسط اكبر من المقام يستخدم القسمه الطويله لايجاد الكوفيشنت الاول اللي هو بدون مقام اللي افترض ماسكي لا تذكرون او بي نوت. اي صح. فهنا دا يلاحظ ان هن مساويات، يقسم قسمه طويله طلع له الكوفيشنت قيمته 8، يلقى المتبقي هذا القيمته ناقص 7 زائد 8 زائد انفرس على نفس المقام. الخطوه اللي بعدها ايش راح يسوي؟ يوجد قيمة الـ A1 والـ A2، فاستخرجهم طلعت الـ A1 ناقص 18 العفو والـ A2 ناقص 25، بينما هذا المقام هو شنو؟ هو التجربة لهذا المقام الأصلي. يعني هسه نقول حلوا أو رسموا لي طريقة البرل، لازم أول طريقة إحنا نوجد الـ Z inverse، بعد ما وجدنا الـ Z inverse راح نجي ننفذ كل واحد بالطرف. يعني نجي ننفذ هسه بالنسبه الى هاي المعادله بعد ما وجدنا الاي 1 والاي 2 والسي، تمام؟ نجي نمثلها، نقول هاي الثمانيه، هاي الثمانيه هاي عباره عن شنو؟ هل هي اي 1 بي 1 لو شنو؟ هنا انا ما اقدر احسبها لا اي 1 ولا بي 1، ايش نحسبها؟ نحسبها هذه ثابت لا اي 1 ولا تقدر تحسبها ثابت او تقدر تحسبها بي نوت، فهي تطلع مباشره مو تدخل من الانبوت، مباشره نخرجها كل شيء ما بيها تقدر قيمتها اللي راح تطلع مباشره. نجي على ثاني حد 18 على 1 ناقصا 0.5 زيت انفرت، هاي شلون امثلها؟ هاي راح امثلها انه هاي القيمه هي تمثل لي شنو؟ بي نوت، والبوينت 5 بالسالب هي تمثل لي الاي 1. فنجي نرسمها، هنا حطينا هاي الزيت، طبعا هنا دا يشتغل فورم 2 طلاب البارلل ستراكشر فورم 2. ليش فورم 2؟ لان هنا هسه لاحظ هنا هاي شنو هي؟ 18 هاي البي نوت. اذا البي نوت تجي من جهه الواي معناتها فورم 2. هنا عندنا اللي راجعه هي ناقصا اي 1 تكون اشارتها بالعكس. يجي بالاخير يمثل هذا الجزء، هذا الجزء عندنا هنا هاي ال 25 السالبه تمثل لي شنو؟ البي نوت،
خليناها. بعد ايش عندنا بالمقام؟ عندنا ناقص بوينت 25 هاي الـ A1 ياخذها بعكس الاشاره بعد ما يشفكها بمقدار زيت. هاي واضحه؟ تمام ست. واضحه واضحه. هاي مثلها بعد ما وجد قيمه السي والاي 1 والاي 2. يقول احنا نقدر نمثلها قبل ما نوجد انه الاي 1 والاي 2، فقط من وجدنا هنا السي، يعني على هاي اشتغل. فاذا نشتغل على هاي، هاي الثمانيه شلون نمثلها؟ فتخرج مباشره. بينما عندنا باقي، عندنا هاي السبعه تمثل لي بي نوت، وهاي الثمانيه شو تمثل لي؟ بي 1. البي 1. فنجي حطينا هنا ناقص سبعه، حطينا هنا 8، واللي ترجع لي من هنا عندي اي 1 بالسالب واي 2 ايضا بالسالب. اكو سؤال طلاب؟ ها عشتي جسد.